المظاهرتان الان تلتقيان، المظاهرتان الان في مدينة ادلب تلتقيان قرب مسجد سعد بن ابي وقاص، وهناك مظاهرات اخرى ان شاء الله تلتقي مع هذه المظاهرة التي التقى فيها من خرج من جامع الفرقان ومتظاهري جامع سعد بن ابي وقاص. اليوم الجمعة جمعة لا حوار الثامن من تموز لعام 2011. مدينة ادلب